يوليك من الموضوع يعني الطريقه ديال التناول ديالو مشينا للتقني، وهذا التقني نورمالمون اللي خصو يتناقش. انا لما كنت كنسمع كنقول واش سقسيت السيد بوروا واش هذا الشيء شفتوه انتوما؟ قال لي ما شفناش. معناها هذا الجانب ما طرحش في السياق، هذا خصو يرجع للمناقشة. حنا بغينا نشوف هذا الخطر، يعني حنا كفاعلين كمنتخبين بغينا نشوف هذا الخطر كيفاش كتجي ومنين كتجي. هما هذا الشيء اللي كيقولوا انا في نظري يعرض تكون لجنة ويكون فيه مجلس الجهة ويكونوا الصيادين إذا كان ما يخرجش نردوه لهم، لأن ماشي معنى هذه الوزارة أن هذا ما غاديش يصير ما غاديش يصير. ونتمناو حنا شي اللي بغيت نقول، هادشي اللي كنت كنقول نقطة اللي طرحت حنا كان كيهضر السيد المندوب كنقول لكم لي هكذا بغيت نربحوا الوقت على أساس أنه هذا خصو يتوضع للدراسة لجنة مشتركة ما بين المجلس والصيادين باش يتدرس ويخرجوا واحد تحملات اللي يكون قابل للتنفيذ. وشكرا.